جنوبنا الكبير يكتنز من المقدرات الفلاحية ما قد يجعله موطنا غذائيا للجزائريين حاضرا ومستقبلا. أراض شاسعة ذات مردودية واسعة تجري من تحتها أمطار مكعبة من المياه الجوفية. أدرار قطب فلاحي رائد وواحدة من الوجهات الاستثمارية الناجحة، كل هذا بعدما حققته من إنتاج آلاف القناطير من الزراعة الاستراتيجية. في إطار التطور الفلاحي والزراعة الاستراتيجية، بغية تعزيز الأمن الغذائي الذي أقره رئيس الجمهورية، نحن مجمع سيفيتال انطلقنا في مشروع إنتاجي كبير جدا في الجنوب، وهو مشروع الشمندر السكري. رئيس الجمهورية يؤكد على الفلاحة والتنح العراقيل المفلاحة، إن شاء الله صنع القزم يخدموا لي في الضوء. عندي أرض فلاحية 1000 هكتار في بلدية تيت، خصوصية بلدية تيت. عندي 3 سنوات من أني نشتغل في الفلاحة. قانون الاستثمار الجديد مشروع يوفر بيئة ومناخا خصبا للفلاحين الحقيقيين الراغبين في خدمة الأرض من خلال ما يقدمه من تسهيلات تعزز الأمن الغذائي. سخاء كبير من الدولة في دعم كل القطاعات، وأيضا بما فيها قطاع الفلاحة، على مرحلتين. مرحلة إنجاز وين تقدر تصل من 5 إلى 7 سنوات في بحكم المنطقة، وأيضا بعنوان مرحلة الاستغلال، يعني الإعفاء من الضريبة على الأرباح للبياس لفترة تصل إلى 10 سنوات. ولهذا تسعى السلطات العليا لتطوير الأمن الغذائي المائي والطاقوي لبعث ديناميكية متوازنة اقتصادية واجتماعية من خلال ما ينص عليه قانون الاستثمار حسب الخبراء. قانون الاستثمار محفز حقيقة، لقي ترحابا كبيرا لدى الطبقة الاقتصادية، والشيء الذي رحبت به كذلك الطبقة الاقتصادية وصدور المراسيم التنظيمية المحددة لهذا القانون شهر ونصف مباشرة بعد صدور قانون الاستثمار. اقتصاديا لأنه مشاريع تقريبا هي مهيكلة، أتوف لما نحكي على مشاريع مهيكلة، مشاريع ممكن توفر 500 منصب عمل، ممكن رقم الأعمال يكون أكثر من 10 ملايير، ممكن أنه تخفض الاستيراد. وتبقى مرافقة الدولة للزراعات الاستراتيجية والصناعات التحويلية هو ما يعزز الأمن الغذائي، مما يساهم في تحقيق إقلاع اقتصادي.